أكد وزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان شريف أن القطاع الزراعي هو المسؤول عن الأمن الغذائي في السودان والدول الشقيقة الأفريقية والعربية، وهو محرك للصناعة والصادرات. وقال لدى افتتاحه معرض زهور الخريف بالحديقة النباتية بالخرطوم إن هناك تحديات كبيرة في إطار التغيير المناخي الذي أحدث تغييرا في البيئة أوجب الاهتمام بالزهور ضامنا أساسيا للتوازن في الموارد الطبيعية. ووجه الوزير بإنشاء حدائق مماثلة في جميع الولايات وربط تلاميذ وطلاب المدارس بالقطاع الزراعي، وتعهد بتبني عدد من المشروعات الخاصة بزراعة المحاصيل والنباتات البستانية والعطرية. انطلقت في عدد من أقسام مشروع الجزيرة زراعة القمح ومحصولات العروة الشتوية في مساحة تبلغ 400 ألف فدان حسب الخطة التأشيرية للموسم الزراعي 19/2020/2020. وقر رئيس جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة عبد السلام الشامي بالعقبات التي تعترض تمويل البنك الزراعي لالتزامه بسقف التمويل المحدد من البنك المركزي، ودعا قطاعات المزارعين للالتزام بالمحددات الفنية للري، مناشدا وزارة الري بزيادة آليات الغيط لإزالة الأطماء والحشائش من قنوات الري. أكملت إدارة وقاية النباتات بولاية الجزيرة حملات مكافحة الطيور الضارة التي تهدد محاصيل العروة الصيفية في مساحة واسعة من أقسام المشروع. وقال مدير إدارة وقاية النباتات بولاية الجزيرة عبد المنعم حسن خليفة إنهم حريصون على مكافحة الطيور التي تهدد محصولي الذرة والدخن في الغابات والأشجار المتفرقة بمحليات الولاية، ونبه لأهمية مكافحة الجراد ساري الليل وذبابة الفاكهة، وأعلن أن لجنة تفتيش المبيدات ضبطت عددا من المخالفات في أماكن بيع وتداول المبيدات. دعت شعبة مصدري الحياة البرية إلى إعطاء مجلس الصادرات الحياة البرية صلاحيات واسعة لتحديد أسعار تواكب العالمية بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة التجارة، وطالبت في ورشة الصادرات جهاز الاستثمار والجمارك بتسهيل عملية الصادر، حيث يمتلك السودان كل أنواع الحياة البرية والطيور والمحميات الطبيعية، كما أمنت على أهمية وضع قوانين ولوائح تواكب عمل الشركات. المعروف أن الحياة البرية تساهم ب 30% من صادرات البلاد.